شاب يشكم الخمول، خمول يكون عنده درقية تعبانة، علاجه يكسل الخمول وكذا، تلقى ما ياخذ ما يحب الزنجبيل او الفلفل الحوار، يعني توصيف الزنجبيل شوي شوي جرعات بسيطه تلذع ايه؟ تمر على الحلق، وزيت الزيتون يشربه شرب عشان يلذع. شو لحظه لحظه خلينا نسجل المعلومه. شو اللي جعت امشي حافي؟ اذا جعت امشي حافي تنسد شهيتك سبحان الله. ايه؟ واذا ما في شهيه امشي حافي تنفتح شهيتك لك، يرجع الجسم طبيعي سبحان الله. طيب واحد عنده الارق، واحد عنده الارق له سنتين، الارق يحتاج العسل الطبيعي لازم اول ما يصحى وقبل النوم. الان اسفل الرقبه واسفل الظهر، اسفل الرقبه بين السبابه والابهام، شرحناها السبابه والابهام هنا براس الاصابع هنا اي، واسفل الظهر هنا في اليد. اوكي، يعني ابو تميم الله يهديك، واحده واحده ترضع ولدها يقول لي اعطيني حليب ما يصير. صورني وانت سالني. اسالك الحين خذ الحليب اخذه كيف؟ تصب لك وش يعني؟ اسال الحليب قول صبوا لنا حليب من حليبه واخذه ودها يا شيخ. نور زين، والسواد اللي تحت العين، السواد اللي تحت العين سمنا حتى سواد تحت العين عجيب ما شاء الله. اشرح عندنا هنا اول سبب، احنا قلنا احنا المعده مكان المعده هنا باليد اليسار، اضغط كذا بسم الله بلقى الم. شوفوا كيف، اكثر من طريقه، اقدر بقلم اقدر بعود، اضغط تحت العظمه دي مكان زاوية الثمانية بسم الله بلقى ألم. مجرد ما تضغط سبحان الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، عدة ثواني بس تشوف الصداع يتفكك في راسك بإذن الله.